ربما قد لفتكم الانتباه إلى قضية العواميد الإنارة التي شاهدتموها في المقطع. هذه العواميد مخصصة لإنارة الشارع. في اللقطات السابقة التي ظهرت هذه العواميد أثارت اهتمام الشارع البصري. قال ناشطون إن كلفة العمود الواحد هي 6 ملايين دينار عراقي، وهي كلفة عالية جدا لمثل مواصفات هذا العمود. أما آخرون فقد تهكموا وشبهوه بالآيس كريم، مستغربين من شكله الغريب. لنشاهد مع المشاهدين الكرام هذا المقطع عن العواميد في شارع السعدي وكيف تحدث عنها أحد الناشطين بشكل تهكمي. هاي الأعمدة باعولها الواحد بستة مليون، هو ما يتجاوز 600 ألف. هذا المقرنص طبعا، شنو المقرنص؟ شنو المقرنص؟ طبعا نفس ما تشوفون انه بستة مليون الوحدة وضافيات بعد البور المربع، بعدين بعد البور الداخلي خاب صديق كذي. والله حتى فشلتونا، والله وبالله ما تتجاوز 600 ألف، يسوونها بستة مليون. خيبي ما كافي بور، العالم قاعد تموت والله العظيم.